مساء الخير، مساء النور عليكم عزيزتي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير متابعتي الغاليات. كنتمنى تكونوا دوزتوا الاسبوع ديالكم مزيانين. جبت لكم تشكيله من قفيطنات بتوب ديال الجوهره كما كتشوفوا، يعني شي حاجه اللي عاد خارجه دابا بعين عقده حتى لتحت وهابطه معاها تنبات، يعني شي حاجه اللي طوب. يعني كاينين عده الوان وتشكيلات، يعني جبنا لكم من مناسبة العيد الأضحى، يعني شي حاجة قفيطنات يوم العيد أو للحضور. كاين هذا اللون، هذا البرتقالي، ولي دارج هاد السنة توا كما كتشوفوا، عين عقدة حتى لتحت وبالتنبات بالمشدود ديالو، يعني بالحزام ديالو، يعني شي حاجة زوينة. كاين عاوتاني هذا اللون، هذا ما بين الكري والاخضر، يعني شي حاجه اللي طوب، جد راقيه وجميله، يعني شي حاجه خفيفه. كاين عاوتاني هذا اللون، هذا كذلك، يعني توا بالنسبه ل يعني بالاخضر الملكي، العقيده تحت لتحت، غير الفتحه كاينه غير الوسط ديال القفطان. كاين عاوتاني هاد التكشيطه، هذا بالتوب ديال التليجه، يعني بصفه عريضه حتى لتحت، يعني كما كتشوفوا الفيديو، يعني شارح لكم تفاصيل ديال اي كل بياسه. الا بقيتوا معنا حتى لدابا ما تنسوناش بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما جديد والحصري على القناه، وما تنسوناش باللايك ديالكم على اي باب تشجيع فقط باش نعرفوا الفيديو راه عجبكم، باش نبقاو دائما نحطوا لكم الجديد والحصري. كاين عاوتاني هذا القميص اللون ازرق سماوي بالمجدود ديالو والتنبات والطرز كما كتشوف، كاين في ناحيه الظهر والصدر والكميمات. كاين عاوتاني هذا اللون، هذا اللون غوز فيوشيا مطروس سوايا كما كتشوف، كاين ثابت تنبات داخل فيه. العقيدات كاينين حتى هما باللوينات، الفتحة كاينة في وسط القفطان. كاين عاوتاني هاد التكشيطة هادي في اللون أحضر الأحمر والأخضر الملكي عفوا، بتاي بالتنبات وزواق ديال المعنام، يعني شي حاجة بالنسبة لي كيعجبو بحال هاد التكاشط اللي عاملين. يعني كاين هاد الموديل كذلك، كاين عاوتاني هاد اللون، هذا الباج والاحمر مطروز عاوتاني بالاخضر الملكي، يعني كما كتشوفوا بزواق ديال المعلم. يعني جا واحد الميلوج اللي زوين، يعني في الصراحه. كاين عاوتاني هاد اللون اسود والغوز فوشيا، يعني تاو الميلونج ديالو جد راقي وجميل، يعني كندخلو الالوان يعني مختلفه باش يشوفوا، عندي حساب للذوق والاذواق تختلف. يعني كما قلنا لكم ما تنساوناش بلي لايك ديالكم وتعاليق. كاين عاوتاني هاد التكشيطه هادي بالتليجه، يعني كتشوفوا التوب ديالها كيفاش دايره، اخضر ملكي، عقيدات في النصف طوق، والتحتاني ديالها حتى هو عقيده حتى لتحت، يعني خدمه ديال المعلم. كاين عاوتاني هاد القميص، هادو خفافين يعني ديال العيد او لا شي حضور، يعني كما كتشوفوا التليجه عفوا جوهرة، يعني كاين في عدة ألوان وتشكيلات، يعني بزواق ديال المعلم المجدود ديالهم، قماص قمصان يعني خفافين بزاف. كنشكركم على المتابعة وإلى فيديو لاحق إن شاء الله. كاين عاوتاني هاد اللون، هذا بال الغوز والجري، يعني تمام.